لازم اروح لصاله المقاولين العرب. وطبعا مبروك فريق الكره الطائره سيدات فاز على هليوبلس بنتيجه 3-0 وتاهل للمباراه قبل النهائيه. الف مليون مبروك. نروح لمريم سميح مراسلتنا من صاله المقاولين العرب ولقاء مع الكابتن حمدي الصافي المدير الفني. اتفضل يا مريم. برحب بيك مره ثانيه يا كابتن هيثم، برحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد سلعوي كابتن اشرف الكردي، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عقب طبعا انتهاء مباراه النادي الاهلي وهليوبلس بنتيجه 3-0 لا شيء، زي ما احنا شفنا الاهلي قدر ان هو يسيطر على مجريات المباراه منذ البدايه وحتى النهايه، وبكده طبعا يكون اتاهل لمباراه نصف النهائي من كاس مصر. معايا طبعا دلوقتي نجم المباراه كابتن حمدي صافي المدير الفني لفتيات الذهب، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي في البداية. يا كابتن الف مبروك. الله يبارك فيكي. برحب طبعا بالكابتن هيثم وضيوفه. الحمد لله المباراه كانت كويسه بالنسبه لنا، قدرنا نخلي كل العناصر بتاعتنا تشارك ونطمن عليهم. الفتره الجايه عندنا ضغطه ماتشات، فكان مهم جدا ان احنا نطمن على الفرقه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله عوده المحترفه كارينا اكاسيو كانت مهمه جدا بالنسبه لي ان انا اطمن عليها في مباراه بعد الاصابه. الحمد لله لعبت شوط ونص وادت اداء كويس بعد الغياب الطويل، بس يعني الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله يعني هيبقى كل العناصر موجوده. عندنا النهارده غياب دعاء محمد وسلمى يوسف، ان شاء الله نطمن عليهم برده الماتشات الجايه، ويبقى عندنا وفره الحمد لله من اللعيبه نقدر نخش بهم الماتشات الجايه باذن الله. كابتن حمدي هليوبلس يمكن هو منافس مش قليل ابدا، ولكن النهارده المباراه كانت مرتاحه، يعني ما فيش ضغط عليكم، فرق سكور شفنا الاشواط كلها بسكور، يعني فرق سكور كبير جدا، الاول 25-16 ثاني 25-11 الثالث 25-10. رايك النهارده في اداء هليوبلس؟ يمكن النهارده ما كانش في احسن ظروفه، وده اللي خلى يمكن الاهلي يسيطر سيطره كامله على المباراه. يعني فريق هليوبلس طبعا فريق شاب عنده عناصر كتيره شابه، احنا طبعا اجهز طبعا فنيا، خرجنا لسه خارجين من نهائيات الدوري في الدور قبل النهائي فجاهزين جدا، هو برضو بيلعب في تحديد المراكز. عندنا احنا الدوافع بتاعتنا اكبر، عندنا اللعيبه بتاعتنا الحمد لله كلها كبار والصغيرين، يعني التوليفه الحمد لله دلوقتي يعني وصلنا لتوليفه كويسه جدا من جميع العناصر، عندنا الخبرات موجوده عندنا الشباب موجود، فباذن الله باذن الله الفتره الجايه هيبقى الاداء احسن وهيبقى في ان شاء الله منافسات قويه في الدوري والكاس. حمدي يمكن خلاص دقايق ومباراه وادي دجله والشمس تبدا، يعني بتتمنى ان انت تقابل مين في الدور قبل النهائي؟ ويمكن كمان شفتك النهارده في المدرجات قبل بدايه المباراه كنت تتفرج على زمالك وسبورتنج، ويمكن قبلها شفنا الصيد بيتفوق على سموحه، تتمنى ان انت تقابل مين في نصف النهائي؟ وكمان شايف ان مين يليق ان هو يكون موجود في امام الاهلي ان شاء الله ان شاء الله في النهائي؟ هو طبعا سبورتنج والزمالك ماتش مهم جدا كنت لازم اتفرج عليه، لان واحد من الطرفين دول ممكن يبقى موجود في النهائي ان شاء الله باذن الله لو وصلنا. بالنسبه لماتش دجله والشمس، الفرقتين الحقيقه مقدين اداء كويس جدا السنه دي في كل المباريات، ولعبنا الفرقتين وحافظينهم وعارفينهم، بس طبعا لازم هنتفرج على المباراه دي برده بحيث نشوف اي جديد هيحصل. الفرقتين مستوى واحد تقريبا، واتوقع مباراه قويه يعني. توفيق يا كابتن حمدي في اللي جاي ان شاء الله. شكرا شكرا. لسه مستمرين معاكم طبعا في تغطيتنا.